نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، نستهلها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي يقدم واجب العزاء بوفاة الملكة إليزابيث الثانية. رئيس مجلس القيادة يستقبل كلا من السفير التركي ومبعوثة وسفير النرويج لبحث المستجدات وفرص إحلال السلام. وزير الخارجية يبحث مع رئيس بعثة الأمم المتحدة إمكانية عودة الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة. من العناوين إلى التفاصيل، صدر القرار الجمهوري رقم 21 لسنة 2022 بشأن إنشاء المركز الوطني للطب الشرعي، واحتوى القرار على 23 مادة موزعة على 5 فصول تضمنت التسمية والتعريف وأهداف ومهام وإدارة المركز ومصادر تمويله وأحكام ختامية. ونصت المادة الأخيرة بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 31 لسنة 2022 بشأن منح خريجي المعهد العالي للقضاء للدفعة 21 والدفعة 22 درجة قاضي محكمة جزئي. قضت المادة الأولى من القرار منح الإخوة خريجي المعهد العالي للقضاء للدفعة 21 والدفعة 22 الموزعين على المحاكم والنيابات درجة قاضي محكمة جزئي على النحو التالي: أولا، الدفعة رقم 21 لعدد 28 خريجا وفق الكشف المرفق ابتداء باسم أحمد نور محمد عبد الله انتهاء باسم منيب فؤاد محمد الحميري. ثانيا، الدفعة 22 لعدد 93 خريجا وفق الكشف المرفق ابتداء باسم طلال قاسم غالب عبد الله وانتهاء باسم ثابت أحمد عبد الله حسن همدان. وقضت المادة الثانية والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. إلى ذلك، قام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بزيارة إلى مقر سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن لتقديم واجب العزاء بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، حيث كان في استقباله سفير المملكة المتحدة ريتشارد أوبنهايم وأعضاء السفارة. وجدد فخامة الرئيس باسمه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني التعبير عن عميق حزنه بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، قائلا إنها كانت مثالا للحكمة والقدرة والقوة في خدمة بلدها وأمتها على مدى 7 عقود الماضية. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن خالص تعازيه للملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وللشعب البريطاني الصديق، متمنيا له كل التوفيق في مهامه الجديدة ومواصلة نهج والدته الراحلة في خدمة السلام العالمي وترسيخ العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات. كما أعرب فخامة الرئيس في كلمة دونها بسجل الزيارات عن عظيم شكره وتقديره لمواقف المملكة المتحدة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية في مختلف الظروف، بما في ذلك دعم تطلعاته لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي سفير الجمهورية التركية الشقيقة مصطفى بولات للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الوضع اليمني. وفي اللقاء أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية العريقة بين البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف المستويات. كما أشاد فخامة الرئيس بالمواقف التركية الداعمة للشرعية الدستورية في اليمن وجهود إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، إضافة إلى تدخلاتها المقدرة من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني. من جانبه، أكد السفير التركي اعتزاز بلاده الكبير بالعلاقات التاريخية مع اليمن، متطرقا إلى مجالات الدعم الحالية والمستقبلية، خصوصا في قطاعات التعليم والأشغال وبناء القدرات والمساعدات الإنسانية الضرورية للشعب اليمني.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي. كما استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية المبعوثة النرويجية الخاصة إلى اليمن كريستي ترومسدال وسفير مملكة النرويج توماس ليربول للبحث في مستجدات الوضع اليمني وفرص إحلال السلام والاستقرار في البلاد. وفي اللقاء أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتطور الملحوظ للعلاقات اليمنية النرويجية والدعم الذي يقدمه البلد الأوروبي لجهود السلام ومسار الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في مختلف المجالات. وتطرق اللقاء إلى تطورات المشهد اليمني والضغوط الدولية المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية على الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ مطلع أبريل الماضي. كما تحدث السفيران النرويجيان عن جوانب الدعم التي تقدمها بلادهما خصوصا لتعزيز مشاركة المرأة وبناء القدرات والتدخلات الإنسانية المختلفة. حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة حفل تخرج عدد من دورات تأهيل الضباط والدورات التخصصية والمهارية بمركز النصر التدريبي بمأرب، ونفذ الخريجون المشروع التكتيكي بالذخيرة الحية والرماية والهجوم والإخلاء والإسناد بصورة عكست المهارات العالية في التعامل مع الأهداف باحترافية ودقة، وأظهرت المستوى المتقدم الذي تلقاه الخريجون خلال فترة التدريب. وأشاد اللواء العرادة في الحفل الذي حضره رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز وعدد من رؤساء الهيئات والدوائر وقادة الألوية بوزارة الدفاع بما قدمه الخريجون من عروض مهارية قتالية متميزة، مثمنا جهود هيئة الأركان العامة وهيئة التدريب بالقوات المسلحة وقيادة مركز النصر التدريبي. الدورة الرابعة قادة كتائب، والدورة السادسة تأهيل ضباط، والدورة السابعة تأهيل مدربين، ودورات في المدفعية والعيارات والقناصة. بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دار برقية عزاء ومواساة إلى وزير السياحة السابق الدكتور محمد عبد المجيد قباطي عزاه خلالها في وفاة شقيقه الدكتور حميد عبد المجيد قباطي. وعبر رئيس مجلس الشورى في البرقية عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم، مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك برئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أونمها ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل بيري ونائبة رئيسة البعثة فيفان فان دي بيري، وذلك لمناقشة وضع البعثة وسبل تعزيز أدائها. وخلال اللقاء استعرض وزير الخارجية المهام المنوطة بالبعثة وفقا لولايتها المنصوصة عليها في قرارات مجلس الأمن والواجب التركيز عليها والمتمثلة بإعادة انتشار القوات العسكرية خارج مدينة الحديدة وتمكين قوات الأمن المحلية وفقا لقوائم العام 2014 من القيام بواجبها وإخلاء الموانئ من الميليشيات الحوثية ونزع الألغام التي زرعتها الميليشيات في مدينة الحديدة ومحيطها وتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشكل كامل، بما في ذلك توريد كافة العوائد المتحصلة من ميناء الحديدة للحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة لدفع رواتب الموظفين في المناطق التي ما تزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي. كما تم بحث إمكانية إعادة انخراط الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في حال تم التوصل إلى حل مقبول للأسباب التي أدت لتعليق عمل الفريق والمتمثلة في جريمة استهداف ميليشيا الحوثي للعقيد محمد الصليحي ضابط الارتباط عن الفريق الحكومي في اللجنة والغدر به وقتله دون احترام لعهد أو ميثاق، وذلك أثناء عمله بنقطة أمنية للمراقبة في محيط مدينة الحديدة. من جانبه أكد الجنرال بيري تفهمه لملاحظات الجانب الحكومي بشأن مهام البعثة الأممية في الحديدة الواجب القيام بها، وعبر عن استعداده للتعاون مع الحكومة بما من شأنه تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوجود البعثة في المدينة. حضر لقاء رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة اللواء محمد عيضة.
بحث وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم حيدان مع السفير الأمريكي ببلادنا ستيفن فاغن وفريق أمني معني بالأنظمة الأمنية الحدودية. بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الأمني والشراكة في محاربة الإرهاب. وتناول اللقاء الذي حضره الملحق العسكري في السفارة الأمريكية لدى اليمن العقيد مارك رايتمان والملحق السياسي بالسفارة الأمريكية السيد كريس كولز، ناقش عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الأمن وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وفي اللقاء ثمن وزير الداخلية مواقف الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الداعمة للحكومة اليمنية ومساندة جهود إحلال السلام في اليمن، مبديا تطلعه إلى تعزيز وتطوير العلاقات في الجوانب الأمنية خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات ومجال التدريب والتأهيل لرفع قدرات الأجهزة الأمنية اليمنية بما يؤهلها للقيام بواجباتها الدستورية والوطنية في حفظ الأمن والاستقرار. وأشار الوزير حيدان إلى استمرار خروقات الميليشيات الحوثية للهدنة الأممية واعتداءاتها المتكررة على المدنيين ومناطق التماس واستغلالها للهدنة في تحشيد القوات وتعريض حياة الكثير من المدنيين للخطر. وأكد وزير الداخلية حرص الحكومة على إحلال السلام الدائم وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن وتقديم الكثير من التنازلات من أجل ذلك. قابلته الميليشيات الحوثية الإرهابية وبتحريض من النظام الإيراني بالرفض ونكث العهود والمواثيق والاتفاقات، لافتا إلى أن الميليشيات الحوثية لا تؤمن بالسلام ومشروعها يقوم على السلاح والعنف ونكث العهود والمواثيق. قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن المجتمع الدولي يبدو غير مبال بمخاطر السلوك العدائي الإيراني وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة وانتهاك سيادتها ودعمها بميليشيات الحوثي الإرهابية ومساعيها لاستنساخ حزب الله اللبناني آخر في اليمن، وهو ماض في تقديم مزيد من التنازلات لإيران على حساب الأمن العالمي وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن ميليشيات الحوثي قامت في 2014 بدعم وتخطيط إيراني بانقلاب ضد الحكومة، وفي فبراير 2015 أصدرت ما أسمته إعلانا دستوريا حل مؤسسات الدولة وقوض مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي ضم جميع الأحزاب. وفي يوليو 2015 وقعت القوى العالمية اتفاقا نوويا أنهى القطيعة مع إيران البلد الذي أدار الانقلاب. وأشار الإرياني إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تدفع نظام إيران إلى مراجعة سياساته في المنطقة، وبدلا من ذلك استغلت طهران الأصول المفرج عنها وعائدات النفط التي قدرت بمليارات الدولارات لتصعيد دعمها للميليشيات في اليمن ولبنان وتزويدها بالسلاح لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة أمن واستقرار المنطقة. وأضاف الإيراني أن الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية بعد توقيع الاتفاق النووي ساهم في تطور قدراتها العسكرية وتصاعد سلسلة الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والسفن التجارية وناقلات النفط في المياه الدولية. أكد الإرياني أنه لا يمكن الحديث عن تهدئة وحل سلمي للأزمة اليمنية بمعزل عن كبح جماح الطموحات التوسعية الإيرانية والحد من تدخلاتها في المنطقة وعدم الذهاب إلى إعطاء إيران المزيد من القوة عبر إحياء الاتفاق النووي دون نهج موحد يحمل النظام الإيراني المسؤولية ويخلق ضمانات ليس فقط لأمن المنطقة ولكن للعالم. وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع مخاطر تمكين نسخة أخرى من حزب الله اللبناني على الأراضي اليمنية بما يمثله من أهمية استراتيجية، وإدراك أن أي تساهل في هذا الخطر سيكون له عواقب وخيمة ستؤثر على الشعب اليمني والعالم، فاليمن لن تكون وحدها التي تعاني من إيران وعواقب أجندتها بعيدة المدى. بتكلفة إجمالية بلغت 4,360,000 دولار، شهد الحقل المائي في منطقة بير ناصر بمحافظة لحج افتتاح عددا من المشاريع التطويرية لمشاريع آبار المياه التي تنفذها مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة ضمن حملة الكويت بجانبكم. مزيد من التفاصيل والزميل وضاح الشليلي. تحت شعار الكويت بجانبكم افتتح وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي
ومعه نائب محافظ عدن بدر معاون عدد من المشاريع التطويرية لتأمين مصادر واستقرار مياه الشرب في حقل بئر ناصر بمحافظة لحج. مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 610 كيلوات بالإضافة إلى حفر 10 آبار ارتوازية مع المضخات الغاطسة وكافة الملحقات بالإضافة إلى المولدات الممولة حكوميا. وبالطبع اليوم مشروع كبير، هناك خطوط إمداد بالطاقة الكهربائية وهناك طاقة شمسية للتوليد وعشر آبار إنتاجية وكذلك المولدات الممولة حكوميا، وبالتالي هو مشروع ربما يعمل على استقرار تموينات المياه في محافظة عدن. المشروع الذي نفذته مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بتمويل الجمعية الكويتية للإغاثة تضمن حفر عشرات آبار ارتوازية استبدالية مع توفير مضخات غاطسة بالإضافة إلى بناء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 610 كيلوات كأكبر مشروع تشهده بلادنا في مجال الطاقة الشمسية. أن هذه المنظومة العشر الآبار سوف تكون داعم حقيقي لتغذية محافظة عدن بالمياه، وكذلك نريد من جميع لهم اليد في هذا المشروع أن يعينوا محافظة عدن في افتتاح كذلك 10 آبار جديدة في حقل بئر أحمد. نيابة عن معالي وزير الدولة محافظة عدن أنا نشارك هذا الافتتاح، وكذلك نشكر الجمعية الكويتية وكذلك مؤسسة التواصل الانمائية. ملحقات المشروع الذي تم افتتاحه اليوم وسط حضورا واسعا لقيادات من السلطات المحلية سيخدم سكان محافظة عدن وكذلك المناطق المحيطة بالحقل في محافظة لحج. طاف خلالها الحاضرون مكونات المشروع الذي شمل أيضا إنشاء منظومة لشبكة كهربائية جديدة إلى جانب 10 مضخات كهربائية غاطسة. هذا المشروع يأتي ضمن حملة الكويت إلى جانبكم بتمويل كريم من الجمعية الكويتية للإغاثة، والذي يشمل هذا المشروع من خلال تعزيز قدرات وضخ المياه في العاصمة عدن، حيث من المؤمل أن يسهم هذا المشروع في تغطية احتياجات محافظة عدن. المشروع هو إحدى المشاريع الاستراتيجية الهامة التي تمولها دولة الكويت عن طريق الجمعية الكويتية للإغاثة. يتوقع من المشروع أن يغطي أكثر من ثلث احتياج العاصمة عدن من المياه. المشروع مشروع كبير بالإضافة إلى المرفقات الملحقة به. تنفيذ مثل هذه المشاريع النوعية والمستدامة في مجال دعم قطاع المياه يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة لإخوانهم في اليمن، وذلك باستهداف عدد من المشاريع الخدمية ومنها هذا المشروع الذي سيكون له أثرا كبيرا في تعزيز مصادر المياه بمحافظة عدن. لقناة عدن الفضائية، وضاح الشليلي، محافظة عدن. تفقد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ومحافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تركي ومعهما الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف فيليب دواميل عددا من مشاريع المياه في المحافظة. اطلع الوزير والمحافظ على سير العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الجديد لتأهيل خط الضخ الرئيس الناقل لمياه الشرب النقية من حقل منطقة مغرس ناجي بمديرية تبن، ودشنا المشروع الحديث لمياه خطوط الإسالة الرئيسية بمناطق صبر وطريق الوهط والفيوش بمديرية تبن بتكلفة إجمالية بلغت 2,500,000 دولار أمريكي بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف وبنك التعاون الألماني. وأشاد الوزير الشرجبي بمستوى التدخلات الإنسانية النوعية لمنظمة اليونسف في مشاريع المياه والبيئة في اليمن. من جانبه أكد محافظ لحج أهمية المشروعين لأهالي مدينة الحوطة ومديرية تبن عقب انقطاع المياه عنهم لأعوام طويلة. من جانبه أوضح دواميل أن المشروعين يوفران المياه النظيفة وإمداداتها المهمة لحوالي 160 ألف نسمة من سكان مديريتي الحوطة وتبن، منوها بأن المشروعين يشهدان على مدى الشراكة الفعلية القائمة بين وزارة المياه والبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف، مؤكدا أن مثل هذه التدخلات الإنسانية تفيد المجتمع اليمني.
أصيبت طفلتين إثر انفجار لغة من زراعته ميليشيات الحوثي الانقلابية جنوب محافظة تعز، وقالت مصادر محلية أن طفلتين أصيبتا بجروح خطيرة إثر انفجار لغة من حوثي في جبل ذيبان بمديرية حيفان جنوب تعز. وأوضحت المصادر أنه جرى نقل طفلتين إلى المستشفى بحالة صحية حرجة. جدير بالذكر أن ميليشيات الحوثي عملت على زراعة الألغام في التجمعات السكانية والأراضي الزراعية والطرقات والأماكن العامة، معرضة بذلك حياة المدنيين للخطر. وخلال السنوات استشهد وأصيب المئات بينهم نساء وأطفال بإصابات بعضها شكلت إعاقة دائمة للمصابين، وسط جهود يبذلها مشروع مسام لنزع الألغام الحوثية في المناطق المتضررة. الآن إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. انتهت أخبارنا، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي يقدم واجب العزاء بوفاة الملكة اليزابيث الثانية. رئيس مجلس القيادة يستقبل كل من السفير التركي ومبعوثة وسفير النرويج لبحث المستجدات وفرص إحلال السلام. وزير الخارجية يبحث مع رئيس بعثة الأمم المتحدة إمكانية عودة الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة. ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية، طابت أوقاتكم وفي أمان الله. إلى اللقاء.